يسعد صباحكم يا اهلا متابعين، شلونكم؟ شو اخباركم؟ بس خلي عبر هاي الاشاره واقول لكم طبعا يا اصدقائي، ادري مطول عليكم بالفيديوهات وما قاعد انشر، وصار لي فتره طويله كلش مناشر فيديوهات، بس ان شاء الله راجع لكم بقوه اني واراز. بس اني ما راح اشر بهاي القناه، ان شاء الله راح يكون هذا لو اخر فيديو، لو ورا راح يثبت انه اكو اخر فيديو راح ينزل، واثبت لكم اني وين راح اكون متواجد وبيا قناه وشنو شغلنا راح يكون بالمضبوط. طبعا يا اصدقائي، اليوم مثل ما معودكم وشفتوا بالثمنيل، جبت لكم سياره الماني 8 سلندر، سياره كلش حلوه مرتبه، بيها ضربات خفيفه كلش. راح نروح نشيك هسه، خابرنا ابو التونج جاب لنا اياها، خلاها بباب البيت. هسه راح نروح ننزلها ونشوف شنو هي السياره. صدمه كبيره. وبالنسبه للقاعده الرئاسيه اللي ورا ما اسولف لكم بعد، يعني تعرفون انتم المرسيدس وشغلات القاعده اللي ورا جماله. شباب طبعا السياره CLS 550، تخبل السياره ما شاء الله ماشيه بس 89,000. بيها هناك ما سسبنشن مضروب، الاي بي اس مشتغل. طبعا السياره مثل ما قلت لكم موديل 2006. السياره ما شاء الله كلش جيده، يعني الجلد مالتها ماكو بيها شخوط، ما بيها اي سوال. شوف هاي المواصفات ال 2006، ما شاء الله السياره كلش 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 حلوه. هسه انا مشغلها قاعد اتاكد من الحماوه مالتها، واتاكد من الماكينه النظيفه، واتاكد من تبديل الجير اهم شغله. ما شاء الله السيارة تحس ماكو اي شي يتحرك، عدي ماكو اي شي يتحرك، سموث سموث. هاي من هنا تشغل وتطفي السيارة من هنا. طبعا هسه قاعد اشحن الباتري، هم يعني الباتري مالتها نازل. شوف ما شاء الله، هذا ار نابي مال بارك، هنا تصعد وتنزل السيارة، السسبنشنات مال السيارة تصعد السيارة وتنصى السيارة. 2006 لقيت عندكم مواصفات والتشالنجر كفيلكم الله، محرك شاشه ستيار عدادات وطن طن كل شيء ماكو. 2017 شوفوا ال 2006 وتعلموا من عندهم يا اخي. شوف هاي 2006 السياره، وهسه راح اطلع برا اشوفكم القشر مال السياره، واشوفكم الماكينه، واشوفكم مكان الضربه وين مضروبه السياره، ونتعرف عليها سوية اكثر باكثر. سوري قلت CLS 550، اللي هي طلعت بس 500، اللي 500 هاي المرسيدس. اذا تبين عندكم هي يا هي او لا، لان خالين هواي لزقات. هاي هنا باع عندنا هذا التاير مضروب والويل مالته مكسور، يراد ان هنا تاير ويل، هنا يراد ان تشاملغ، التشاملغ مالتها موجود، يراد ان لايت جديد. هنا عندنا، هنا همين عندنا تشاملغ بس احتمال جاي وياها. وهاي الضربه بالباب، يراد ان باب جديد، هاي بالعراق تصلح 100% ترجع بلادي. هاي هنا همين طاجه صغيره، هنا أنا شاكين بالسسبنشن، هنا أنا أكثر شيء، يعني إذا تشوفون شلون أعوج، فأكثر شيء شاكين بالسسبنشن. يا ما شاء الله السيارة يعني تفضل تفضل. لايت يشتغل أدري فيه بس مكسور. شوف شوف يا أخي، شوف 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 عمي، جماعة الألماني القاعدة اللي ورا مستحيل، يعني أنا ما بودي أسوق هاي السيارة، بس بودي إنه أقعد لي ورا هنا على هاي السيارة العملاقة وواحد يسوق بينا. والله العظيم ما شاء الله كلش حلوة. هسه راح نطفيها وننزل، ونروح نجيب تاير ونرجع نرفعها جق، ونشوف شنو بيها وما بيها من جوا. يا رب مو سسبنشن، يا رب. والله اسحب على جنب، بس راح نجيب ويانا مفلش. هذا واحد كان يبطمش يبطمش، الله قلده تعال، كان يطقطق وياك كله. لو يا كلهم طقطقه حرامات مال اي ام جي. هذا مكسور. اي ام جي باع هذا الوقت. اي ام جي. هذا خوف مقرقطه. هذا وين ماشي بيه؟ شو مسوي؟ وذاك طاق السسبنشن مالته. هاي هنا همين عندنا شوي، لا هنا شغل ماكو جو، بس هذني البلاستيكات لازم نبدل من هنا هواي. السياره تصعد وتنزل وحدها بها الشسمه. روي انت واحد مو محترم. تعال انت واحد مو محترم، سد ها قتلها قتلها. تعال نوي نوي، تعال هاي صح لها نوي، بس هي الحقيقي سنوي. منين بدها تعض منين بدها تعض؟ خلو خلو طلع حقك،
طلع حقك ابن الكلب هون يوي وخر وخر لك اوس هذا قتلها والله قتلها هاي نك هي قتلها مطلته مطلته للعار هسه جينا بدنا نجيب تاير وشفنا اخوتها هنا هاي الشباب قاعد يبدلولها وياله هنا صالون صوت ما مكتوب عليه اي ام جي ما موجوده هاي العلامه ما اعرف مالتنا اي ام جي لو لا يا اخي انا متحير والله هاي صاير هنا مستحيل صباح الشكل صباح حتى صباح شنقط صباح الوايرات اول مذبع بس ليس الحمد لله هنا ما كنت ضربه هاي صار نصة معوجة لو هي هيك شي ديزاينر شوف الثانية والله شوف الثانية هيك ديزاينر الثانية مو لين من ورا ما متحرك بيننا مكان هذا التاير زين بس الويل ما ادري ما بلاش ريدي ما اعرف يعني ضربات الويل يعني والله حيرتني ما اعرف كلش كلش محيرة كله تمام ما دام البلاستيكه ما متحركه من مكانها جوا اكو شيء ماكو ما دام لو حتى فطر ما بيها ذيك البلاستيكه كلها ماكوله اصلا ذيك من ورا ضربه التاير يعني كل شيء رايح هنا أنا. بس اتوقع والله يمكن هذا مفترهم يعني صار البطيخه مالتها ذيك بس البطيخه وحدها باقي اللحين مالتها ومفتره مثل ما تشوفون فتحنا هاي صفحه السائق تايرات وجوه الطاين هسه اذا نفتح الصفحه الثانيه حتى يشوف شكو بيها ما بيها هاي الصفحه الثانيه اللي هي هنا تاير هذا ينفتح وذاك والطاين الجوه حتى نقدر نشوف كل شيء على التمام باع هنا جوه هذا ما مكسور هذا ما مكسور هنا الفيلم هنا تشوفون هنا ما عندنا شيء بس عندنا هاي لازم نبدلها مثل ما تشوفون شلون متاكل اللي متحفر هذا من لازم بريك ما ماكو بريك يكون الايفون منه لازمه بهاي الطريقه يقول لي ايه الوسخه دي يا ابني هسه هاي الصفحه الثانيه انفتحت جينا شفنا هنا ما ماكو شيء هنا ماكو يعني ديك الضربه يعني ولا سسبنشن معوج مالتها ولا اي شغله ثانيه تشوفها طاقه هنا الحمد لله والشكر هاي هنا كل شيء ما بيها وهاي الصفحه الثانيه همينا فتحناها كل شيء ماكو هنا هاي هم صبغي ترى احمر الحمد لله والشكر يعني انا ما اريد اقول شيء بس اقول من كان يفحط بيها ماكو احساس بعد طفى عندك الاحساس بس فهم طفى على رجلي بس قل لي ليش شنو ما تحس هل قد مفحط لك الله ما يقبل يعني النوبه مرسيدس ثقيله يا اخي مل من عندها مل يا لك مو هي ثقيله مل من عندها مل من عندها يعني وذا مل من عندها باعوا هسه هذا مكاني مال المعرض جهزناه على خير باعوا علي من رايحين الشيبوب الشيبوب ما مشتغله صار لها 3 ايام تقريبا خلنا نسمع صوتها غسله غسله حنينه بس هنا انا ما اطرب حرامات شباب الشيبوب للبيع معروف شنو سيارات حتروحها بشي ما بيها شي بس باع سيارته وين وديتها هسه راح اشوفكم سياره تيبه وين راح اوديها والله اي ما بينا حن نفحصها اخي اخي راح تدفع فلوس اخي شباب بس اقول لكم شغله سياره تخليلها السويتش اوكي تطلع لك الناريه مالتها وكل شيء نظامي من تجي تسوي هيجي اشتغلت هاي ليش شو تسوي طق تشيك اي تشيك مو السلف اخي المحرك ما يدور اخي يعني قايم يعرك رنك اخي تنا تنا
شيء. يلا هسه اروح للوكشن واشوفك ايش بيها سيارتك. ضلعي باوع. خل اقول لك على شغله، التصميم مال الصور مال فنانين وداعت امي، شكو ثمنيال سويت لي اياها مال فنانين. ثمنيال جايف مسويها. هذا هذا اسمع، هذا اسمع مهدي دا يحكي على ثمنيال مالتك. ثمنيال هذا جايفه اخي. ها؟ اعداء النجاح. اي والله اعداء النجاح، والله اعداء النجاح بعد. هاي الموستنج الحنين عمي، هاي الموستنج كلش حلوه. شوف 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 ما شاء الله. ها شنو؟ ها جابك طلع. صباح الخير ابو الصوف. عمي شنو هنا اليوم؟ اليوم الشباب كلها بالاوكشن. لقيته مفاجأة، هو مشافني مفاجأة. طبعا انا وبصوف ان شاء الله نصور فيديو، هو مصور فيديو برا وانا مصور فيديو برا، والتقينا هنا بالاوكشن انا وبصوف. مفاجأة والله العظيم. اليوم راح ننزل اليوم سوي انا وبصوف فيديو ان شاء الله بقناته راح يكون، وفيديو بقناتي راح يكون ان شاء الله. انا بعد انقطاع طويل ترى تقريبا. وبصوف مستمر وياكم وحارقها ان شاء الله. ان شاء الله مستمرين واقوى. الموستنج ما يقدر بس ايش بيها هاي الموستنج؟ شكو مصطفى تتذكر ايام الموستنج؟ تتذكر ايام سجاد كان يروح بيها للسباق 2016 من 2017 كان مصطفى عنده من هاي الموستنج وسجادها بعد. والله العظيم حتى عندي اياه الفيديو عندهم. هاي الايكو بوست كانت طلقه طلقه. هاي سجاد ستموني قاعد يجي دابا افترت بيكم؟ افترت بيكم؟ مستحيل. والله 24 ساعة سباقات وتفحيطات. كنا هاي الأيام اللي ما كنا أصلاً نصور بها يوتيوب. حرامات والله حرامات. كانت بداياتنا. أول شي بلش أبو الصوف بوقتها كامارو، بلش بموستنج، ظلينا نروح للسباقات دق 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 سوية. اللي هنا وصلنا لنهاية الفيديو يا أصدقائي. إذا عجبك هذا الفيديو حط لايك واشترك بالقناة وفعل الجرس. طبعا شوفون الطين بالدهن كله بيه. أعتذر ما قاعد أنشر هواية، إن شاء الله حرجع أستمر وأنشر فيديوهات أكثر وأكثر. أهم شيء تكتبونا بالتعليقات إذا تريدوني أستمر وأنشر فيديوهات أكثر، كتبوا لي هذا الجواب بالتعليقات. أشوفكم فيديو جديد.